بمفاخر الحنابلة في عصرنا الحاضر، ألا وهو هذا الكتاب القيم النفيس الجليل الجامع لعلوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، على غرار الجامع لعلوم الإمام أحمد الإمام الخلال رحمه الله تعالى الذي فقد أكثره ولم يوجد منه إلا القليل. الجامع لعلوم الإمام أحمد طبعا جمع الدكتور خالد الرباط وسيد عزت بمشاركة الباحثين من دار الفلاح. هذا الكتاب العظيم النفع الجليل القدر الذي خدم المذهب الحنبلي خدمة جليلة، واعتمادي على مصادر كثيرة 241 مصدر. طبعا المجلدات، المجلد الأول في مقدمات لهذا الجامع والتعريف به ومنهج الباحثين فيه والمصادر، ثم المجلد الثاني كاملا ترجمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم ثلاث مجلدات الثالث والرابع والخامس في مسائل العقيدة التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرتبة على أبواب، ثم أهم في هذا الجامع 9 مجلدات في الفقه ذكر فيها مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي رويت عنه من الكتب المطبوعة وغيرها مرتبة على أبواب الفقهية، ثم المجلدين أيضا عن أحكام الإمام أحمد على الأحاديث مرتبة على أبواب، ثم 4 مجلدات في تكلم الإمام أحمد في الرواة مرتبة على حروف المعجم، ثم أيضا مجلد قبل الأخير ألا وهو المجلد 20 ألا وهو في الأدب والزهد، ثم المجلدين الأخيرين في الاستدراكات والملاحق والفهارس. وكما ذكرت هو جهد مبارك طيب نافع في هذا طبعا الكتاب القيم الجامع للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد بذلوا فيه جهدا طيبا كما ذكرت من ذكر المصادر وذكر أيضا المنهج وذكر أيضا الترجمة للإمام أحمد وذكر المسائل الفقهية وذكر أحكام الرواة وأحكام الأحكام على الأحاديث وذكر الأقوال في العقيدة وغيرها مما تجده في هذا الجامع القيم الذي بذل فيه الباحثين بذلا طيبا وجهدا مباركا، بارك الله فيهم أجمعين.